وعزم لنيل استقلالها. استقلال بلدنا دعم الشعوب في نيل استقلالها وتقرير مصيرها. لقد عرفت العلاقات الجزائرية الهندية نموا معتبرا خلال السنوات الأخيرة، إذ شهد حجم التبادل التجاري ارتفاع ملحوظ مباشرة بعد انتهاء الأزمة الصحية التي شهدها العالم، ليفوق حجم المبادلات 1.9 مليار دولار أمريكي، حيث تعتبر الهند تاسع شريك للجزائر، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر السبعة للسنة الجارية عتبت 1.4 مليار دولار أمريكي، مع تسجيل صادرات بلادنا نحو الهند ما قيمته 780 مليون دولار، وهو ما يجعلها في المركز 11 لقائمة شركاء الجزائر، بينما بلغت الواردات الجزائرية 610 مليون دولار، لتصنف الهند في المرتبة 12 بقائمة موردي الجزائر. في الجزائر نشهد تحسن الملحوظ في مناخ الأعمال، والذي يستمر في التحسن يوما بعد يوم بفضل التزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبفضل الإصلاحات الهيكلية التي تقودها حكومتنا. خطة عام الحكومة تكرس مبادئها التوجيهية لرفع جميع القيود التي من المحتمل أن تعيق تطوير الشركات والاستثمارات الإنتاجي من حيث الإجراءات والمواعيد النهائية والتكاليف.